الحمد لله تجاوزنا هالمحنة على خير، والحقيقة بينت بالأخير. حاسة هلأ صار فيني اتنفس. الحمد لله مرقت على خير. الله يحميك يا أخي ولا يضرنا فيك. ضليت ورا القصة لحتى حليت الموضوع. برأيي هاي الفترة لازم تضل عيونك مفتحة، يعني لازم كتير تدير بالك، لأنه ما حدا بيعرف كيف ممكن يأذوك لسا. إن شاء الله يلي أذاه وافترى عليه ما يشوف ضو الشمس، الله ينتقم منه. أنا إيماني كبير، كنت متأكدة إنه الحقيقة رح تنعرف بالأخير. الله يبعد الأذى عن هالبيت، إن شاء الله تكون غيمة سودة ومرقت واللي صار ما يتكرر، مو هيك سميح؟ إيه طبعاً إن شاء الله، الله ينتقم من يلي عمله. الحمد لله أنه مرقت على خير. خلصنا من هالكابوس، العالم كله بتعرف ابني وبتعرف أخلاقه منيح. لكن شو؟ ما بيشك فيه غير قليل الأصل. معلش أنا اسمحولي، كأني تعبان بدي أطلع أرتاح. إيه اطلع أرتاح حبيبي، مو قليل اللي عشته. معلش تسمعني شوي؟ بالورشة ما سمعتني، عطيني فرصة لأحكي. تفضلي. لما شفت المخدرات انعم على قلبي ما عدت عرفت شو بدي أعمل. ما بنكر إنه كان بدي أخذ يوسف وأمشي، بس السبب الوحيد لأني كنت خايفة على يوسف، ويمكن لأنه كانت ثقتي فيك كبيرة. كانت خيبة أملي أكبر لما شفت اللي شفته. أنا أول مرة بوثق بحدا بعد كل هاي الفترة. أي منيح، والثقة هي امتحان، وانت رسبتي بهالامتحان. رح تضلوا قاعدين هون بأمان لحتى نخلص من السم. ما رح يتغير عليك شي، لا تخافي. بس نحنا خالصين. قوليلي وين لقيتي؟ هذا وقع من جيبة جاكيتك. لا تعمل حالك متفاجئ، ما عاد فيك تضحك علي بكذبة جديدة، عم تفهم؟ انت عم تتاجر بالمخدرات؟ يا اما بتسلم حالك يا اما انا يلي رح روح وخبر عنك. شو عم تخبصي انت؟ حدا حاطط لي اياه وبده يبليني. كان بجاكيتك، انا شفته. معلش تقلي كيف وصل على جاكيتك؟ صدقتك وامنت لك. لك انا وثقت فيك. اعطيني 24 ساعة لاثبت لك حكي، وانا رح سلم حالي اذا ما بجيب لك الدليل لهون. الحق معه إنه يتضايق ويعصب، لا تلومي، بس إن شاء الله يسامحني. يا ريت نرجع مثل قبل. أنا كيف خربت لهي العلاقة؟